ينضم لنا عبر السكايب من بيروت محمد حمية، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بيك معنا في مصر جديدة. وبداية، هل ضمدت صواريخ حزب الله جراح أنصاره؟ تحية لك أستاذة الكريمة، وتحية لمصر والشعب المصري الشقيق والعزيز. طبعا كان الرد المقاومة أمس كان متوقعا، يعني بعد الضربات والاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ويوم الجمعة الماضي. طبعا كان الهدف الإسرائيلي من جراء هذه الاعتداءات أولا ضرب منظومة أو نظام التحكم والسيطرة والقيادة أو الإمرة القيادة في حزب الله. هذا الهدف الأول، الهدف وهذا الهدف فشل في تحقيقه، والدليل على ذلك أولا استمرار يعني جبهة الإسناد الجنوبية والرد يعني الهام والاستراتيجي الذي حصل يوم أمس باستهداف يعني القاعدة الاستخباراتية والعسكرية الأكبر في شمال فلسطين المحتلة، وهي قاعدة يعني دافيد رام، وأيضا لاستهداف مدينة حيفا في عمق الكيان الإسرائيلي، و يعني قاعده للصناعات الاسلحه والالكترونيه. ايضا الهدف الثاني كان هو يعني تدفيع بيئه حزب الله الاسمنه باهظه للي ذراع حزب الله والضغط عليه باستهداف بيئته. لكن يعني اعطي عده امثله من هذا الامر بانه لنؤكد بانه فشل. اولا بالذين يعني فقدوا ابصارهم واعضاءهم جراء اعتداء يومي الثلاثاء والاربعاء، شاهدناهم في المستشفيات كيف يرفعون شعارات النصر وكيف يعني يقولون اننا سنعود عندما يعني نعالج، سنعود الى الميدان والى ساحات المعركه، ويهتفون دعما للمقاومه والسيد حسن نصر الله. ايضا نرى هذا الامر يتجسد في يعني مواكب التشييع، لا سيما الموكب التشييع اليوم الذي حصل في الضاحية الجنوبية، حيث غصت الشوارع ب يعني مواكب المشاركين والمعزين والذين يهتفون مع المقاومة، وأيضا من ما يعني نسمعه من أهالي الجنوب الذين يقفون على جبهات التماس مع الاحتلال الإسرائيلي ويتلقون أعنف الغارات الإسرائيلية بشكل يومي. إذن الهدف الأول أخفق الاحتلال الإسرائيلي في فيه، والهدف الثاني أيضا أخفق فيه، وأما الهدف الأساسي لكل هذا الاعتداء الإسرائيلي هو فصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة. ولكن المقاومة من خلال استمرار، وليس فقط استمرار، تفعيل جبهة الإسناد، يعني نحن نراقب العدد العمليات يوميا وكم من هذه العمليات، يعني عددا كما ونوعا ومنطقة جغرافية. الآن الاحتلال الإسرائيلي يعني دفع حزب الله لتوسيع رقعة النار، كنا في مستعمرات ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، الآن أدخل حزب الله مدينة حيفا بضمن المعادلة، معادلة الاستهداف. أيضا كان هناك عدد معين من المهاجرين الإسرائيليين، الآن زاد عدد المهاجرين، وأيضا زاد يعني حسب يعني القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا في نطاق النيران مع حزب الله. من هو فادي الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه؟ فادي واحد وفادي اثنين. هذه حزب الله يطلق أسماء على هذه الصواريخ للدلالة على يعني يعني أهمية هذا الصاروخ ولجزء من الحرب النفسية بمعزل عن أسماء، لكن هذه لأني قرأت أنه فادي حسن طويل الذي ولد عام 69 في منطقة بيروت الغربية، وأنه انضم لصفوف المقاومة في عام 82 وشارك في عدة مهمات للمقاومة، وأنه يعني هذا نوع فعلا من الحرب الإعلامية. نعم، هذه الحرب النفسية والإعلامية، وأيضا تجسيدا واستذكارا لرموز المقاومة يعني اللبنانية. يعني خطة حزب الله الإعلامية هل تستطيع أن تخفف من آثار الضربات الإسرائيلية المتلاحقة لحزب الله؟
طبعا يعني حزب الله ما يملكه من اولا من اهميه الرد الذي يقوم به والحرب النفسيه والاعلاميه التي تواكب هذه يعني العمليات النوعيه. نعم هو يستطيع اولا يعني ايصال يعني موقفه وتظهير اهميه انجازاته العسكريه التي يقوم بها. تخيل انه رغم كل الاستنفار الاسرائيلي ولكل ابراج المراقبه والرصد والتعقب واجهزه الانذار بالقمم الحديديه، مقلاع داوود، مقلاع حيتس، البطاريات، الصواريخ الباتريوت، حتى ايضا الاستنفار الامريكي الداعم لاسرائيل ومن دول متعدده في المنطقه، كل هذا الاستنفار التكنولوجي والسيبراني والتكنولوجي والعسكري والى ما نعم هنالك، تمكن حزب الله من اطلاق مئات الصواريخ واصابت اهدافا حيويه في منطقة في مدينة حيفا، وهذا ما يعمق المأزق الاستراتيجي لكيان الاحتلال. نعم هو نتنياهو يقول بأننا نحن نقوم بهذه الهجمات لفصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة، وأيضا ل يعني إبعاد حزب الله عن الحدود. هل يعني لم يقل لنا نتنياهو وأركان حربه كيف سيقوم ويحقق هذه الأهداف إذا كان حزب الله لا يزال مستمرا بجبهة الأسناد، بل تفعلت الجبهة. أيضا رد حزب الله، وهذا نعم يؤكد أن حزب الله لا يزال يتحكم بالقدر يعني الإمرة والسيطرة نعم والقوة ولكن الكبيرة. الاختراق داخل صفوف حزب الله واضح، كيف سيتعامل حزب الله مع هذا الاختراق الجلي؟ بطبيعة الحال سيدتي الكريمة، كتنظيم حزب الله يعني يحوي مئات الآلاف من العناصر والقيادات والعاملين داخل هذا الحزب، إضافة إلى يعني الحجم الدعم الغربي لكيان الاحتلال، الدعم الاستخباري نعم والتكنولوجي والسيبراني، كل ما يملك الغرب من مقومات يعني وضعت في خدمة الكيان الإسرائيلي، كل هذا الاستنفار والأقمار الصناعية المسلطة على نعم مراكز حزب الله، من الطبيعي أن يحدث بعض الاختراقات. ليه الكيان الصهيوني مركز على وحدة الرضوان؟ إيه أهمية وحدة الرضوان؟ لم أسمع سيدتي. أهمية وحدة الرضوان، يعني ليه نعم، الكيان الصهيوني مركز عليها؟ أولا هي الوحدة الخاصة في حزب الله، وهي التي تملك مقومات كبيرة، وهي والأهم من ذلك هي القوة المعدة والمجهزة والمكلفة بالدخول إلى الجليل في عندما يعني يأتي الوقت المناسب. وأيضا والكيان الإسرائيلي يخشى من أمرين من في يد حزب الله. الأمر الأول هو دخول قوات الرضوان إلى منطقة الجليل، وهي تحوي عشرات المستعمرات، واتخاذ هذه المستعمرات رهينة، ويعني تصبح ورقة تفاوضية كبرى في يد المقاومة، كما فعلت حركة حماس عندما دخلت إلى غلاف غزة. وهذا ما يؤرق كيان الاحتلال ودفع بالمئات الآلاف إلى الهجرة من هذه المنطقة، علما أن حزب الله لا يستهدف المدنيين، بل الخوف نعم يتأتى من احتمال دخول ما بقاش فاضل من قيادات حزب الله الا عدد محدود، عدد اسماء محدوده، ويكون جيش الاحتلال كده قضى على يعني تقريبا قيادات حزب الله بالكامل. هل لدى حزب الله كوادر قادره على تلبيه الاحتياج للتصعيد؟ هل حزب الله اصلا قادر الان على التواصل بين كوادره الموجوده؟ نعم، أولا يعني أنا أقدم لك دليلا على أن حزب الله لا يزال يملك القدرة والتحكم والسيطرة، هو أن من أطلق الصواريخ أمس على حيفا وغير حيفا تلقى أوامره وتعليماته من القيادة في الضاحية الجنوبية، وبالتالي التواصل يعني التواصل مستمر في هذا الأمر. لكن تنظيم كحزب الله لا يتوقف استمراريته وقوته على شخص مهما بلغت أهمية هذا الشخص. ذهب القائد الكبير عماد مغني واستمرت المقاومة، ذهب مصطفى بدر الدين القيادي وذهب القيادي استشهد القيادي فؤاد شكر واستمرت المقاومة. لكن بطبيعة الحال هذه ضربة مؤلمة لحزب الله، ربما أحدث بعض الإرباك داخل البنية القيادية في حزب الله، وهذا ما اعترف به السيد حسن نصر الله عندما في اختراق يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن حزب الله يستطيع استيعاب واحتواء هذه الضربات، يستطيع أن يخرج أقوى، أن يستفيد من هذه الاختراقات ويرمم ويزيل ويعالج الأمراض وبعض المشاكل التي يعاني منها أو تعرض لها، ويعني يستمر في هذا الأمر. وأيضا حزب الله يعني يعمل بموجب يعني الفرق المنفصلة والمتكاملة. هل حزب الله يمتلك لا يعمل قدرات فقط عن مخابراتية فرقة منفردة؟ واحدة.
لم أسمع. هل حزب الله لديه قدرات مخابراتية منفردة، عنده قدرات مخابراتية قوية دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه؟ بطبيعة الحال لديه، وإلا كيف يعني كيف استطاع أن يعني يصور القاعدة العسكرية الاستخباراتية الكبيرة في كيان الاحتلال، ووصل إلى رقم هاتف قائد هذه الوحدة وهويته؟ ثانيا، كيف أرسل المسيرة إلى فوق مكتب نتنياهو؟ كيف الآن يعني استطاع ضرب المنشآت الحيوية العسكرية والإلكترونية في حيفا في تل أبيب؟ هذا كله مبني على يعني تقارير ومعلومات واستخبارات لدى حزب الله يعني يجنيها من عدة وسائل، كان وسائل تكنولوجية أو نعم. وسائل استخباراتية متعددة. طيب لماذا تأخر الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية من وجهة نظرك؟ يعني إيران توعدت بأنه سيكون هناك رد على هذه العملية، ولكن حتى الآن لا رد. أولا، إيران دولة كبيرة لديها حساباتها ومصالحها في المنطقة أولا. ثانيا، يعني لا يجب أن نتذكر أن إيران خارجة من كارثة كبيرة تمثلت بمقتل رئيس، يعني رئيسها ووزير نعم، خارجيتها، وهي أصلا يعني تقوم بتشكيل بانتخاب رئيس جمهورية جديد يعني منذ حوالي الشهر، والآن قيد تشكيل حكومة أو ربما شكلت الحكومة الجديدة وتبدأ بالنظر في الملفات. أيضا لديها حساباتها السياسية هي في المنطقة، بتحاول هي يعني تعمل توازن يعني بين دعم حلفائها الإقليميين زي حزب الله، وفي نفس الوقت إنها تتجنب تصعيد مباشر مع إسرائيل وأمريكا من ورائها. لا، هي لا تريد الدخول في هذه الحرب. يعني معنى الدخول ايران في هذه الحرب معناها تحولت الى حرب شامله في المنطقه، نعم، وما سيترتب عليه من خسائر وحرب تدميريه كبرى في المنطقه. نعم، ثانيا، ايران لديها حسابات مع دول المنطقه، هي اتخذت سياسه الانفتاح كان على السعوديه او على مصر او على الامارات او على كل دول المنطقه، الدول العربيه، واي يعني استهداف للكيان الاسرائيلي يعني ستطلق صواريخها ومسيراتها من فوق هذه الدول العربية. البعد الجغرافي لإيران عن الكيان الإسرائيلي يخلق مشكلة معينة. ثانيا، أن الرد الإيراني آت لا محال، لكن هناك حسابات معينة أخرت هذا الحل، ربما حسابات سياسية، حسابات عسكرية. لكن لا ننسى أن إيران ردت، قامت برد كبير في اعتقد في نيسان الماضي عند مقتل يعني احد ضباطها في سوريا في القنصليه، وكان ردا يعني كبيرا. هل كان هذا ردا كبيرا من وجهة نظرك؟ لا، هذا ردا كبيرا منظار ان هذا الرد اول رد ايراني على كيان الاحتلال. من كان يتجرأ على يعني رمي صواريخ ومسيرات على كيان الاحتلال الاسرائيلي؟ يعني ايران ربما اختلفت عن يختلف البعض معك من الكتاب والمحللين، ويقولون انه لم يكن ابدا هذا ردا كبيرا، بالعكس انه كان ردا مسرحيا وردا محسوبا، وربما يكون يعني متفق عليه من اجل يعني حفظ ماء الوجه. يعني هذا رأيي، كل عنده رأيه، لكن بنهاية المطاف إيران تدعم المقاومة الفلسطينية بكل أنواع الدعم، نعم، تدعم المقاومة اللبنانية، تدعم كل حركات المقاومة في المنطقة. هي أصلا تعرضت لعقوبات لمدة عقود بسبب موقفها ودعمها لحركات المقاومة في المنطقة، وإلا لماذا هذا العقاب على إيران ودائما نعم. يعني تتعرض طيب لهجمات وعقوبات في النهاية سيد محمد، يعني شفنا بعض الرسائل مجهولة المصدر اللي تقريبا 200,000 لبناني وصلت ليهم، رسائل غامضة تقول إلى المشتركين الكرام: لا داعي للقلق أو الخوف، فإن جميع خزائننا مليئة لكل مستحق. هل يعني ورد إليكم أي أنباء بشأن هذه الرسائل؟ ماذا تعني المصدر؟ أي معلومة لديكم؟ أنا نعم، وفق معلوماتنا أن يعني هذه الرسائل وصلت إلى يعني يد القوى الأمنية والأجهزة المعنية في لبنان لتحليلها والتعامل معها، لكن هذا جزء من الحرب النفسية والمعنوية التي تشنها إسرائيل على المجتمع اللبناني وعلى بيئة وجمهور المقاومة. ربما يعني هذا يعني يمكن تفسيره
بأن إسرائيل دخلت إلى شبكة الاتصالات الهاتفية لكل اللبنانيين، وهي يعني اطلع هل على تريد أسرار إسرائيل أن الأسرى. تقول أنها اخترقت شبكة الاتصالات اللبنانية؟ نعم، وطلعت ليس فقط ذلك، اطلعت على يعني الرسائل الخاصة المعنية بين اللبنانيين، ربما بين الزوج وزوجته، أو بين وبين المجتمع. يعني هذا، أن يصل العدو الإسرائيلي إلى هذا المستوى نعم من تهديد اللبنانيين، هذا يعتبر دليل، يعني دليل ضعف وليس دليل قوة. نعم شكرا جزيلا عبر سكايب من بيروت كنت معنا سيد محمد حمية الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. طيب.